السلام عليكم زبائننا الكرام. اليوم ويانا ساعه هاينوتيكو جرماني اسوان، هذا الاصدار الجميل والمميز من شركه هاينوتيكو. شوف لي جمال الساعه، ساعه بشكل مستطيل فريده من نوعها. طبعا اللي يحبون الشكل المستطيل للساعات وما يفضلون انه يكون كوبي مثل ساعات الايفون فراح يفضلون هاي الساعه، لانه ساعه اصليه 100%. قياس حجم الشاشه 49 ملم حقيقي. بس شوفوا لي جمال الساعه والحده بالشغل والنظافه. هاينوتيكو جرماني سمارت ووتش، ساعه اصليه حقيقيه، اصلي 100% ضمان سنه. هذا راح يكون شكل الساعه، شوفوا لي جمالها وشكلها. تجي بسيرين، سير ربر وسير جلد. طبعا تقدر من خلال الساعة تخلي صورتك خلفية من خلال التطبيق، وتقدر أيضا أنه تجاوب على الاتصالات من خلال الساعة. طبعا الساعة تظهر لك اسم المتصل. هسه راح نتصل على التليفون المربوطة بالساعة وشوفوا لي. شوف حبيبي، هذا رقم المتصل واسمه، هو بستور. شوف عزيزي، تقدر تجاوب على الاتصال وتقدر ترفض الاتصال من خلال الساعة. طبعا ساعة جميلة جدا. هسه راح نفتح لكم باكيت الساعة ونشوفكم شنو تحتوي بداخلها. راح تجي بهذا الشكل الجميل، شوفوا الأناقة، النظافة، جمال. مجرد انه تدفعها من هنا راح تجيك بهذا الديزاين الراقي. راح نفتحها الغلاف، راح تجيك قطعتين كرتونة اللي تحتوي محتويات الساعة، ملحقات الساعة، والثانية اللي هي الساعة. راح شوفكم شلون راح تجي بهذه الطريقة. شوفوا لي جمال الساعة، النظافة اللي بالشغل. يعني شركة هاينوتيكو معروفة بأناقتها وبشغلها النظيف والعالي الدقة. شوفوا لي الجمال، هاينوتيكو جرماني ألماني. هاينوتيكو جرماني، ختم هنا وختم لي ورا، ومن الشغل الساعة وتطفيها. طبعا جدا أنيقة. شوفوا الإطار، الشاشة الساعة أموليد تدعم الأولويز أون ديسبلاي. طبعا راح نفتح باقي محتويات العلبة ونشوفكم. راح تجي بهذا الترتيب، راح تجي سير جلد مثل ما موجود بهاي الساعة. سير جلد، جلد طبيعي مطرز بالابيض. هذا السير الجلد اول شيء راح يجي. راح يجيك السير الثاني، سير ربر نفس ما موجود بهاي الساعه. طبعا جدا مريح السير الربر، اكثر الناس تفضله. فانت راح تقدر تصير عندك خيارات كثيره من تلبس. اذا تريد تلبس رسمي تقدر تلبس السير الجلد، ولا كنت لابس كاجوال تقدر تلبس السيار الربر. بعد محتويات العلبة راح تجي ويانا شاحنة الساعة. طبعا الساعة تدعم شحن الوايرليس. هاي شاحنة الساعة، شحن وايرليس سريع. حبايب، هاي الساعة بعد ما ربطنا السيار راح تكون بهذا الشكل. هسه راح نشغل الساعة نشوف شنو راح يطلع لنا. اول شيء هاينوتيكو جرماني ألماني أصلي. أول شيء راح يطلع لنا واجهة اختيار اللغة، أي لغة تحبون، إنجليزي، فرنسي، إسباني، برتغالي، عربي، كلها موجود. تركي هم إذا تحبون، ألماني وفارسي كلها موجودة. راح نختار اللغة العربية، هاي اللغة العربية، نسوي سلكت جار التحميل. ثاني واجهة اللي هي واجهة تحميل تطبيق الساعة اللي هو اسمها هانوفت. تقدر تقرا هذا الكيو ار كود بالكاميرا وتنزل التطبيق، او تقدر تبحث عنه بالجوجل بلاي اذا كان تليفونك اندرويد، وتقدر تبحث عنه بالاب ستور اذا كان تليفونك ايفون. الساعه تربط ايفون واندرويد، يعني ماكو كل اشكال. بعدها راح نخرج. اول واجهه تجي بها الساعه هاي الواجهه. طبعا بها واجهات كثيره وجميله مثل ما تشوفون، يعني كلش راقيه. نحب نخلي هاي الواجهه شويه بها الوان لطيفه. ديزاين الساعه جدا جدا راقي، ونظافه الشغل
يعني مثل الوصف، ما احكي لكم كميه الجمال. واهم شيء انه هي ساعه اصليه، لا تقليد ولا كوبي ولا شيء. يعني اللي يحبون يلبسون ساعه مستطيله مو ساعه دائره راح يواجهون صعوبه، لانه معظم الساعات راح تكون شبيهه او تقليد بساعات الايفون. هاي الساعه لا، هاي ساعه بغير مكان، ساعه جميله جدا راقيه. شوفوا لي اولويز اون ديسبلاي، تفعل شاشه اوموليد حقيقيه. طبعا راح نطب هسه على تطبيقات الساعه، نشرح لكم تطبيق تطبيق، بس اول شيء نفعل خاصيه انه تبقى الساعه مشتغله حتى نقدر نشرح. راح نطبع القائمة، مجرد ضغطة هنا راح تكون أول طريقة لعرض القائمة بهذا الشكل. شوفوا لي سرعة النظام، اللمس رهيبة جميلة جدا. تقدر تغير القائمة ضغطتين هنا راح تكون بهذا الشكل. شوف لي الجمال، جمال العرض رهيب. ضغطتين لو نغير الشكل راح تكون بهاي الطريقة. هاي هم أيضا طريقة جميلة لعرض البيانات، عرض التطبيقات. راح نختار هاي ونحكي لكم عليها. اول تطبيق راح يجينا اللي هو قياس نبضات القلب، التطبيق الثاني قياس نسبة الاكسجين بالدم، البعدة ضغط الدم، الرياضة، الهاتف. طبعا شوفناكم ان انت تقدر تجاوب على الاتصالات من خلال الساعة وتقدر تجري اتصالات. بيانات اللي هي شقد انت مشيت مسافة، شقد حرقت سعرات حرارية، بشقد وقت. بعدها تقرير النوم، الطقس، ساعة التوقف، الطقس الاسبوعي، الموسيقى، المؤقت، الكثير من التطبيقات، الضغط الجوي والضبط والاشعارات. طبعا من خلال الساعة تقدر تستقبل اشعارات جميع التطبيقات الموجودة بتليفونك راح توصلك على الساعة. طبعا نحب ننوه ونذكر ونقول لكم انه هاي الساعة ساعة ضد الكسر والخدش، ساعة ضد الكسر والخدش. راح نسوي لكم تجربة بالحربة حتى تشوفون قدامكم. شوفوا لي الساعة كل شي ما بيها. شوف لي عزيزي، طبعا احنا نسوي هاي التجربه لبيان مدى متانه الشاشه والساعه. يعني اكو ناس خاف ما تصدق تقول هذا الشيء مو حقيقي، هاي قدامك الساعه ضد الكسر والخدش، كل شيء ما بيها. سعر الساعه 57000 دينار، توصيل مجاني جميع محافظات العراق. اكرر، عرض خاص، سعر الساعة 57000، توصيل مجاني جميع محافظات العراق. اللي يحب يقتني هاي الساعة يدز لنا اسمه وعنوانه ورقم التليفون، توصلكم خلال 24 ساعة. وشكرا لكم.